يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الحجر الأسود يتكلم ويشهد لمن قبله أو لمسه، وهل في هذا حث على استلامه وتقبيله؟ نعم، الحث على استلامه وتقبيله هذا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما ما ورد أنه يتكلم يوم القيامة الله أعلم، ورد هذا، الله على كل شيء قدير، الله ينطق المخلوقات يوم القيامة، حتى الأعضاء تنطق، أعضاء الإنسان تنطق تشهد عليه. نعم.